خلوكم وراه لا حد يقدم ما تاهل لا حد يقدم يا رجال احنا من حيث جينا مع سلامتكم خدمة للشيخ عبد الحميد محمد بن ناجي القوسي وقبائله وصنيفه ومراد ما حدث نقول عظم الله أجركم وخسارة على الجميع ومستنكره الكل ما حدث نكير ولا عليه رضا ولا أخر الناس إلا كانوا ساعيين على أساس القبض على الجاني وتسليمه لكم ولا للدولة ولكن تعذر هذا الكلام حتى الآن اليوم جئناكم بهذا ثلاث سيارات السيارة السنتافي في 20 آلي فريق المقتول والسيارتين الثانية تطلب وعد منكم إلى أن الحدا يتابعوا الجاني ويسلموا لكم ولا للدولة إن جاء على رأس الموعد وتم القبض على الجاني وتسليمه فهذاك ما يبيض وجيه الحدا وهو مطلب الجميع وإن جاء ذاك اليوم ولا شيء تم منه فما هو عندكم مقواد حكم واحكموا فيما هو يلزم اللوم والدم المولى وسلامتكم السلام عليكم ورحمة الله وعظم الله أجر الجميع والحقيقة أن المصاب مصاب الناس جميعا هو كريم كريم الناس جميعا ولا يبين وجه الحداء إلا التسليم القاتل في الدولة ولا القبيلة أقول لكم الواحد مننا الوفاء سلامة مرحبا واستهلا بكم للمنطقة وإن هلا الحديث بعد ما تغطى بعد تسمعون جواب إن شاء الله واللي يهمنا رد الوجه من القبيلي أما الدم هو قرش مصروف دم أحد طلبة يهمنا أيضا في المنطقة وأهل المنطقة عند منطقة أهل اليمن كلها عيشة الدولة منها وعيشة الأفراد منها وأمانها أمان للدولة وأمان للناس الكل وإذا فرطنا فيها فرطنا في معيشتكم حياكم الله مرحبا وتهلا